استاذ عامر الوكيل الناشط السياسي المعروف، كنت عايز اعرف راي حضرتك في نزول جمعه 30/9. والله احنا نزلنا على فكره طوال الاسابيع الماضيه، تحالف سواد مصر اللي انا منه واللي انا الحمد لله اشرف ان انا كنت مؤسسه، نزل يوم 9/9 ونزل يوم 16/9 على فكره بالتعاون مع اتحاد شباب الثوره، واحنا كمان ان شاء الله نازلين يوم 30/9 القادم لنفس الاسباب. على فكره اهم الاسباب اللي تنزل اي حد واي مواطن مخدوع انه لحد دلوقتي لم يشعر باي عداله اجتماعيه، وببساطه العداله الاجتماعيه ممكن اي اراده سياسيه تحققها بس تكون جاده في تحقيق هذه العداله الاجتماعيه. لحد النهارده كل الناس عارفه ان في مواطنين مصريين عاديين ما همش خارقين للعادة بياخدوا 100,000 جنيه وبياخدوا 200,000 جنيه وبياخدوا 1,000,000 جنيه، ولسه في عامل بسيط بياخد 700 جنيه بالعافية ومش قادر يكفي ولاده، ومع ذلك بيقولوا ان احنا عايشين في عادة ثورة. 8 شهور ما كفوش ان اي لايحة داخلية في اي مؤسسة تتغير والناس تبتدي اجورها تتساوى والناس يحسوا بالعدالة الاجتماعية. اعتقد ان ده سبب لوحده كافي جدا النزول، فما بالك بالاسباب السياسيه وعدم وضوح الرؤيه السياسيه والجدول الزمني اللي احنا مش عارفينه والخطه الزمنيه اللي احنا مش عارفينها للانتخابات. واجمل حاجه صدرت قريب من المجلس العسكري يعني الكوميديا في القانون بتاع مجلس الشعب الشورى، تخيل ان كل دول العالم ممكن تعمل انتخاباتها في 2-3 اسابيع، احنا هنعمل انتخاباتنا في 2 شهر. الاقوى كوميديا بقى ان النتيجه هتظهر بالتقريب كده 17 يناير، لان هم قالوا الانتخابات بالاعاده بتاعتها تخلص 10 يناير، تاخد اسبوع عشان تعلن. مظبوط؟ لا، اول انعقاد للبرلمان المصري هيبقى في 17 مارس، يعني بعد الانتخابات بشهرين واسبوع بالظبط. مظبوط؟ ليه المده دي؟ انا عايز اجابه، يعني اتمنى ان المجلس الموقر العظيم المبجل صاحب الرؤيه الثاقبه يرد علينا ويقول لنا إجابة للسؤال ده. بلد ما فيهاش سلطة تشريعية غيرهم يسيبوها 2 شهر بعد انتخابات تمت هم اللي قالوا عليها 2 شهر عشان المجلس أو البرلمان ينعقد في 17 مارس. ليه يعني؟ يقول لك أصل إحنا كنا بنعمل انتخابات الشورى. إيه المانع إن هم يقعدوا يشتغلوا بتوع البرلمان؟ هل ده يعوق ده؟ شيء كوميدي. فأنا بنقول للناس يعني العادية البسيطة إن إحنا نازلين نخرب البلد أكتر، انتوا عارفين ان هم اقنعوكوا ان المظاهرات دي بتخرب البلد وكده، فاحنا نازلين عشان احنا مش همنا على البلد واحنا مش مواطنين عاديين ولا لو انت حضرتك انت موجود معنا في الاجتماعات او بتشوفنا بنلم من بعض فلوس، الناس بتاكل كشري، الناس بتجمع بالعافيه قرشين عشان نطبع بيهم ورق نوعي بيه الناس، وده دليل كبير جدا على ان احنا كل همنا مصلحة البلد. بس ما بيهمناش بقى الناس اللي بتقول علينا بنخرب البلد، لان احنا لو كنا سمعنا كلامهم من قبل 25 يناير كان زمان حسني مبارك هذا الرجل الفاسد اللي خرب مصر كلها كان زمانه لسه بيحكم، ولو كنا سمعنا كلامهم بعد يوم 3/1 فبراير لما خطب الخطبة الكوميدية اللي استغبى فيها عدد كبير من الناس خلاص وللأسف هم استجابوا ليه، كان زمانه برضو لسه موجود. ما كفاية كده وانا هنخرب البلد وكده. والمشكله ان دي النغمه السائده في كثير من وسائل الاعلام اللي انا بعتبرها حقيره بمعنى الكلمه حقيره، انا راجل اعلامي ودي مش شتيمه، لان الحقير ده اللي هو بيتدنى باللغه بتاعته، حقير يعني متدني، بيتدنى باللغه الاعلاميه بتاعته عشان يقنع الناس بالباطل. فانا ارجو ان الناس تنزل معانا وبقول لهم والله اقسم لكم بالله هذه المظاهرات يوم الجمعة الأجازة ليس لها أي تأثير سوى في النفس اللي هي عايزة تغير. يعني أتمنى أن احنا كل الشعب المصري ينزل ويقول رسالة للمجلس العسكري كفاية كده، لازم تقولولنا الانتخابات اللي دي تتعمل وتخلص بسرعة، والفترة الانتقامية اللي انتوا عاملينها لنا دي ما تطولش عن كده، احنا فاضل لنا 3 شهور ونكمل سنة، 3 شهور ونحتفل بالعام الاول للثوره، والثوره ما حققتش حاجه لاي مواطن بسيط. ارجو من المجلس العسكري ان هو يستجيب وينفذ كل مطالبنا، اللي اولها وضع جدول زمني واصدار قانون ثوري بعدم عوده اي حد من مرشحي الحزب الوطني القديم اللي افسد النظام ان هم يترشحوا من جديد، ولازم من الجيل الاول للجيل السابع، مش من بقى القيادات بس خلاص، لا كله ما يترشحش، كفايه عليهم كده خلاص. نشوف بقى الشباب، في شباب في الميدان يوم 25 ولحد النهارده يقدروا يشكلوا حكومه اقوى من حكومه شرف كتير، يقدروا يعملوا مجلس رئاسي
اقوى من المجلس العسكري ويعرف يخطط كويس بدل الاعلان الكوميدي اللي هم اعلنوه لك يوم 25 سبتمبر. كان في اعلان, في اعلان تايه على فكره, احنا بندور على اعلان ما حدش لاقيه. اعلان تايه يا ولاد الحلال, لا يعني شيء كوميدي, ما حدش شاف الاعلان ده غيرهم هم, يعني عملوا لي مين مش عارف, بيبدو ان هو اعلان داخلي للبحث عن وظائف جديده. فانا بقول لهم يعني احنا نازلين ان شاء الله نخرب البلد من جديد. على راي الناس اللي هم السذج اللي بيضحكوا عليهم, لا احنا نازلين نعمر بلدنا ونغيرها بجد, لان الثوره تغيير وليست اصلاح. شكرا استاذ عامر. شكرا.